طبعا رانيا يوسف اشتغلتوا مع بعض اكتر من عمل، كان اخرهم الدولي، والفيلم اللي جاي كمان ان شاء الله معاها صندوق الدنيا. فتقول ايه عن رانيا؟ بقول لها مبروك الفيلم الجديد، وان شاء الله دايما في نجوميه وتالق يا رانيا. بشكرك. فيلمك الجديد برضو مع هيفاء وهبي اشباح اوروبا، تقول ايه عنه؟ الفيلم اخراج استاذ محمد حمائي، وبطولتي هيفاء واحمد الشاوي واروى جوده ومصطفى خاطر وعباس ابو الحسن، مجموعه كبيره من النجوم. قول ايه لكل جمهورك اللي بيحبك من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج هوليودي الشرق في العراق وفي كل دول العالم؟ بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واتفرجوا على الفيلم هيعجبكم.